زين نكمل موضوع أنه اللي هو يعني جدا مهم بالجي اي تي، انا اكررها من جدا مهم، بس هذا really the most important things، خصوصا موضوع السيلياك ديزيز. مال absorption، مال معناها dysfunction، absorption معناها امتصاص، يعني عنده خلل بالامتصاص. عندنا مجموعة من الامراض تسوي لك خلل بامتصاص digested products. اوكي شباب، زين من ضمن هاي الدايجستيف برودكت هاي بيها فيتامينز، بيها معادن، بيها فات، بيها مينرالز، تمام؟ فراح يصير ديفكت بامتصاص هاي المواد، سواء كومبليت مال ابزوربشن او بارشال مال ابزوربشن لبعض السبيسيفيك فيتامينز اند سبيسيفيك مينرال. احنا كنيوتريشن عن فيتامين ابزوربشن الديدنام والجيجنم مسؤول عن امتصاص هاي المواد، والإيليوم مسؤول عن امتصاص الفيتامين بي 12 بايل سولت عن مغنيسيوم، والكولون أيضا مسؤول عن امتصاص الفاتي أسيد، فيتامين كي، فيتامين بي 6، البيوتين، وأيضا يفرز البكتيريال جت فلورا. والديدنم والجيجنم بيها أغلب المعادن تمتص واغلب الفيتامينز، وضحت الفكره؟ لكن اريدك تركز لي انه الهيليوم هو منطقه امتصاص للفيتامين بي 12 والبايل سولت. تعال افرض انت عندك كومبليت مال ابزوربشن، يعني كل المعادن ما تمتص، زين اي نقص راح ياثر لك بسيمتوم ان ساين، لان الجسم يحتاج شنو هذا المينرالز. اوكي مثلا كالوريز، انت مال ابزوربشن اوف كالوريز، اذا نقصت عندك راح يصير عندك ويت لوس، تمام، وراح تفقد جزء من وزنك. الفات اذا نقصت ايش راح يصير عندك اذا صار بيها مال ابزوربشن ككلينيكال فيتشر؟ ايش راح تلقى؟ مثل ما قلنا راح تلقى ستاتوريا، وشنو فوليومينوس ستول اللي هو الاوفنسيف ستول، ولا فايندينج راح تلقى ستول فات كلش هواي اكثر من 6 جرام ديلي. زين اذا صار مال ابزوربشن للبروتين راح يصير عندك شنو؟ اوديما، يصيحوا لهن بروتين لوزينج انتيروباثي، يعني الالبومين او البروتين راح ينفقد بالفيسس، لذلك احد ميكانيزمات الاوديما هي نقصان بيمن بالانكوتيك بريشر، وكأنما عندك ليفر سيروزس، تمام. الأوديما يا اما زياده بالهايدروستاتيك بريشر مثل الهارت فيلر، يا اما نقصان بالانكوتيك بريشر نتيجه لنقصان الالبومين، سواء نفروتيك سيندروم، ليفر سيروزس، ومن ضمن هاي الاسباب يصحوا لها نيوتريشنال أوديما اللي هو نقصان البروتين نتيجه للمال ابزوربشن. بروتين نقص، مصل اتروفي لان هو يعتمد على البروتين، امينوريا ايضا، لو البومين اند لو بروتين، من تجي تحلل راح تلقى بروتينات قليله والبومين قليل. كربوهيدرات هي شنو؟ اوزموتيك اكتيف سبستنت الكربوهيدرات، فراح يصير ووتري دايري، ميلك انتولرانس، غازات، الستول بي اتش اقل من 6، الستول اوزموتيك جاب تلقى عالي. الفيتامين بي 12 اذا صار مثلا ايليار ريسكشن او فد كرون ديزيز، تمام، ايش راح يصير؟ الفيتامين بي 12 اذا نقص راح يسبب لك مشاكل كلش كبيره، من ضمنها الموست كومن هي الانيميا، نصيح لها ميغالو بلاستيك انيميا، راح ياثر على اليمن على الماينيشن، لان هو يدخل بالماينيتد نيرف، فراح يصير عندك sub acute combined degeneration of the spinal cord، فيجيك البيشنت بنيورولوجيكال مانيفستيشن، باراثيزيا، اتاكسيا، لوس اوف بوزيشن، هايبر سيجمنتد نيوتروفيل، نيوروباثي، تمام، وضحت الفكره؟ تلقى باللايف فاندنج تلقى شنو؟ ماكروسيتيك انيميا، البي 12 ناقص، تمام، شيلينج تيست از بوزيتيف، هسه راح نجي عليه. اوكي شباب، زين فوليك اسيد اذا نقص راح يصير عندك انيميا، ماكروسيتيك انيميا. الايرون
ككلينيكال فيتشر راح يجي بانيميا جلوسايتس وبارافيجيا اللي هو يصحوا له بايكي، انه واحد الشهيه مالته راح تتغير الى ان يوجوال سبستنس، تلقاه ياكل طين، ياكل طباشير، يشرب نفط، يسوي مايكروسيتيك انيميا. اوكي، كالسيوم اند فيتامين دي اذا قل راح يصير اوسيوبروزيس عندك، تمام، راح يصير فيتشر اوف تيتاني. تيتاني اللي هو شنو؟ باراثيزيا تشوفستيك اند تروزي ساين، راح ناخذ اللي قدام وتعرفهن، تمام. تلقى لو سيروم كالسيوم، ابنورمال ديكسا سكان اللي هو مال اوسيوبروزيس، الليفيتد الكالين فوسفيتيز، الفيتامين اي اذا نقص عندك راح يصير فوليكولار هايبركيراتوزيس، نايت بلايندنس، ديكريز بالسيروم كاروتين اللي هو البرودكت مال فيتامين اي، الفيتامين كي اذا نقص عندك راح يصير شنو؟ بليدنج تندنسي، راح تلقى ايزيلي بروزنج، تلقاه ينزف بسهوله، بليدنج ديس اوردر. فمن تحلل تلقى الفيتد اي ان ار، ديكريز بالفيتامين كي. وايضا الفيتامين بي ان جنرال يسوي تشيلوزيس، بينس، جلوسايتس. هذني السيمتوم ان جنرال، ان جنرال اي مال ابزوربشن سيندروم، اي مرض يؤدي الى مال ابزوربشن راح يؤدي الى نقص هاي المواد، تمام، سواء كلها او نصها او ربعها. واكو امراض فد تكون بيها بارشيال مال ابزوربشن، يعني تلقى مينلي نقص شنو؟ فيتامين بي 12 اند فات. يقول لك مثلا مينلي نقصان بالكالسيوم اند فيتامين دي. فراح نعرف كل مرض من يسوي مال ابزوربشن الا سبيسيفيك سيمتوم اند ساين خاصه بي. وضحت الفكره شباب؟ زين، نجي لموضوعنا اللي هو كلش مهم وكلش شائع، تمام، اللي هو حساسية الحنطة، اللي هو السيلياك ديزيز، تمام. السيلياك ديزيز مبدئيا هو عبارة عن اوتو اميون ديزيز، وتعرفون شنو الاوتو اميون ديزيز؟ معناه مرض ذاتي المناعة. انت قاعد الصبح قررت مناعتك انه تضرب جسمك بطرانة، طلع انتي بودي وتضرب الجسم مالتك. اوكي شباب، فالسيلياك ديزيز هو اوتو اميون ديزيز، غالبا يجي ويا اذر اوتو اميون ديزيز، لان قاعده بالاوتو اميون ديزيز من يجي المرض لازم يجي ويا اخوه او ابن عمه. يعني السيلياك ديزيز غالبا يجي ويا دايابيتس تايب 1، دائما يجي ويا الاوتو اميون هيباتايتس، ومرات يجي واحد عادي يعني. زين، هنا ايش راح يصير؟ ايش راح يصير؟ الحنطه او هذا الخبز مالتنا بجلوتين اللي هو المركب، تمام، اللي موجود بالحنطه، مجرد ما ياكل قرصه خبز راح تطلع انتي بودي ضد هذا الجلوتين، تسوي رياكشن وياه، تمام، فبالتالي تسوي ميوكوزال دامج اند ذن فيلوس اتروفي. محاله حال اي شيء، يعني انت ابو الازمه هو اوتوميون ديزيز، ابو الازمه اتو بيأدي، مجرد ما يتعرض للتراب راح تطلع انتي بودي ضده، فراح يصير شنو؟ رياكشن. هاي نفس الحاله سمول انتستان ما. لذلك من يصير اكو فد تفاعل ضد الجلوتين راح يصير شنو؟ ميوكوزال دامج، وبالتالي هذا الميوكوزال دامج راح يطرح على شكل شنو؟ مال ابزوربشن. اوكي شباب، فراح يجيك بنقصان ديمن باللي ذكرناه فوق. زين، الكاركترستيك هو نوت سبيسيفيك، يسوي فيلوس اتروفي، يعني احنا عندنا الفيلاي اللي مسؤول عليه من عن الابزوربشن، من يصير ميوكوزال دامج راح يصير بهن شنو؟ اتروفي. ليش؟ نتيجه للكرونيك انفلاميشن، تمام شباب. زين، فطبيعي انت راح تستنتج انه التريتمنت مالته هو شنو؟ جلوتين فري دايت، اللي هو هذا البسكت الغالي اللي دائما نلقاه بالسوبر ماركت وما نشتري. هذا خاص بجماعه شنو؟ السيلياك ديزيز. نجي شويه
يعني نتطرق للباثوفيسيولوجي شلون يصير. يقول لك الديزيز affect the mucosa with marked viration. يعني شلون يصير بي flattening of mucosa او flattening of شنو villi. وهاي الانتستينال كريبتس اللي موجوده بالانتستين راح يصير بيها enlargement ويصير بيها inflammation. وتجي الانفلاميشن معناه شنو؟ معناه الليمفوسايت. فبالتالي الليمفوسايت تجي تهجم على الكريبت راح يصير شنو؟ زياده بالكريبت ابسس. تمام، فيصير شنو؟ كريبت انلارجمنت اند كريبت ابسس. ايضا نتيجه للانفلاميشن تعرفون انه راح يزيد البيرمابيليتي للستراكشرال تشينج. تمام، فبالتالي هذا راح يكسر الابزوربتيف سيل، والتايت جنكشن اللي ما بين اللي تربط ما بين خليه وخليه راح تتكسر. وضحت الفكره شباب؟ زين، من خلال هسه الديزيز راح نستنتج البرزنتيشن اللي يجينا بيها، هي نفسها البرزنتيشن مال ابزوربشن اللي ذكرناها فوق. ممكن يجيك باي نقص من المينرال والبروتينز، تمام، اللي هو مثلا نيوتريشنال ديفيشنسي. تمام شباب، نيوتريشنال ديفيشنسي، الفيتامين سولوبل فيتامين ديفيشنسي اللي هو الفيتامين اي دي والكي. تمام، كالسيوم ايضا ممكن نقص، انيميا، ايرون، فوليت اللي ذكرناها فوق. فممكن يصير عنده اوسيوبروزيس، يصير عنده ايضا نايت بلايندنس اللي قلناها بالفيتامين دي، هايبوكالسيميا، ايزلي بروزينج، بليدنج. تمام زين، ونون سبيسيفيك جي اي تي سيمتوم، احنا شنو قلنا؟ قلنا راح يصير ميوكوزال دامج. فبالتالي ايش راح يصير؟ راح يصير مال ابزوربشن. زين، ايش راح يصير؟ راح يصير فاتي دياري. فبالتالي يجيك فاتي دياري. اوكي، هذا ليش ما يشتغل؟ بوينتر ما يشتغل. اي، فراح يجيك بيمن بي دياري بلوتينج ديسبيبسي اللي هن قلنا نون سبيسيفيك سيمتوم. اوكي شباب، زين، هنا انت عندك شنو هو جلوتين فري دايت اللي تريتمنت مالته لازم يمشي هو علي من على جلوتين فري دايت. بس اذا الـ هذا البيشنت ككومبليكيشن اذا ما مشي على جلوتين فري دايت او هو اصلا مشي على جلوتين فري دايت عادي بالحالتين، ممكن بيرسك انه يقلب المن الى تي سيل لنفوما. تمام، تي سيل لنفوما، اكو خلايا او تجمع من الخلايا موجود بالانتستين نصح له البير باتشز اللي هو تجمع منين؟ من خلايا اللمفوسايت. فهذا على مرور الوقت اللي يصوحوا له مالت لنفوما، مالتبل اسوشيتد لنفويد تيشيو. تمام، فاي واحد عنده سيليك ديزيز هو ات ريسك انه يجي تي سيل لنفوما اللي هو كانسر بالسمول باول وايضا سمول باول ادينوكارسينوم. زين، اكو تريكس يقول لك شو وقت يصير عندك سسبشن انه هذا قلب الى كانسر او السيلياك ديزيز صار عنده لنفوما. اذا هو كان ماشي على جلوتين فري دايت، تمام، وبعد ما يستجيب للجلوتين فري دايت، يعني هو ماشي على جلوتين لكن اجت فترة من الفترات ياكل جلوتين فري دايت لكن شنو؟ ما يستجيب، ايضا تظهر عنده الاعراض، ماكو فايدة. فخلي انه اكو سسبشن انه ممكن قلب الى كانسر وتلاحقه، يعني يعتبر كرد فلاك ساين، كرد فلاك ساين. زين، اكو شيء جدا مهم ويا السيليك ديزيز ودائما يجي بالامتحان. تمام، يجي يقول لك واحد عنده ابدومينال بين، بلوتينج، ساتوريا، تمام، ديسبيبسيا، ولقينا انيميا، فيتشر اوف انيميا، ويقول لك ويا اكو فد بقع، dermatological manifestation of celiac disease، يصوحوا له dermatitis herpetiforms. يصير على من؟ يصير على الاكستنسر اريا وعلى الابدومن، اكستنسر اريا
وعلى الابدومن عبارة عن شنو؟ بقعة حمراء. هنا هاي الصورة ما تبين لكن شوف لها صورة، تمام؟ والدرماتيتس هربتوم very specific to celiac disease. ايضا ويا celiac disease لقوا انه elevated بالALT والAST liver enzyme، بس ما لقوا سبب واضح. مرات احنا شنو قلنا؟ قلنا celiac disease يجي ويا autoimmune hepatitis كassociation autoimmune disease، لكن لقوا جماعة السيليك، لقوا جماعة السيليك يرتفع عندهم الليفر انزايم. مع العلم الليفر is completely healthy، كل شيء ما بي، تمام؟ فيجوا وياه associated، تكون asymptomatic. زين at risk، شوف تبعوا وياي، قلنا celiac disease autoimmune disease يجي ويا autoimmune disease. فهذن autoimmune disease مثل ما مثل ال IgA deficiency. شنو ال IgA deficiency؟ ال IgA هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن antibody موجود وين؟ بالميوكوزا. شنو وظيفته إذا ماخذين بالإميونيتي؟ وظيفته إنه يتصدى المن للميوكوزال infection. أي ميوكوزال infection؟ gastroenteritis, respiratory tract infection، تمام؟ أول antibody يطلع قدامها هم جماعة الـ IgA. يعني اللي عندهم IgA deficiency تلقاهم على طول عندهم infection، على طول عندهم influenza، على طول عندهم respiratory tract infection، منشولين وما أعرف شنو. فالسيليك دائما أو 2-3% يجي ويا الـ IgA deficiency، أو بالعكس جماعة الـ IgA deficiency عندهم celiac. أوكي شباب، زين type 1 diabetes من ضمن السكرين، أي واحد يشخص بـ type 1 diabetes يسووا له سكرين المن للسيليك ديزيز. ليش؟ لأن هم دائما مرتبطين مع بعض، يجون سوية. وأيضا سبب ثاني أقول لكم بي لو تعفون عليكم، أبو التايب 1 دايابيتس ضروري تكشف على السيليك ديزيز. ليش؟ لأن إذا موجود السيليك ديزيز فراح يخلي الكومبليكيشن أسوأ مال التايب 1 دايابيتس. يعني إحنا التايب 1 دايابيتس يجي ريتينوباثي وشنو؟ نفروباثي، مثل ما تعرفون أو عندكم معلومة أو راح أصير عندكم معلومة. إذا إجا ويا التايب 1 دايابيتس سيليك ديزيز راح هاي الكومبليكيشن تصير أسوأ بعد، فضروري انه انا شنو اكشف عنها. زين ايضا يجي ويا اوتو اميون ثايرويدايتس وكونكتيف تيشو ديزيز، مثل من مثل الاس ال اي سكليروديرما الى اخره. ايضا جماعه الداون سيندروم خطيه يجي دائما وياهم السيليك ديزيز، تمام؟ يجي وياهم دائما السيليك ديزيز، والسيرولوجي يطلع اغلبا نيجاتيف وياهم، فلازم نسوي له هلا دي كيو 2. هسه مثل ما نجي وراح نشوف هسه لهنا انا شنو لهنا انا ككلينيكال بريزنتيشن وباثوفيسيولوجي والجماعه اللي ات ريسك المن للسيليك ديزيز. زين شلون انا اسوي دايجنوزس للسيليك ديزيز؟ عندك شيء اسمه سيرولوجي وعندك شيء اسمه شنو انفيزيف، اللي هم شنو الاندوسكوبي، ادخل واخذ بايوبسي واشوف شنو الوضع. انتبه وياي، انت عندك شنو؟ عندك انتيبودي اسمه انتي تيشيو ترانسجلوتامينيز انتيبودي اي جي اي من نوع الاي جي اي، اوكي؟ وعندك واحد ثاني يصبح له اي جي اي انتي جلايدن و اندوميسيال انتيبودي و اي جي جي انتي جلايدن انتيبودي، تمام؟ تقول لي لاني هواي شون ياهل اختار من عنده واحد عن الثاني يختلف شنو؟ اقول لك يختلف بالسنسيتيفيتي والسبيسيفيتي، اللي هو ما يكرر على اللي يسألوه بالفيديو وطيحه وحظه قال له شنو السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. شوف الانتي تيشو ترانسجلوتينيز انتيبودي اللي هو الاي جي اي من النوع الاي جي اي، هذا البيست انيشيال تيست. ليش؟ لان هو سنسيتيف بنسبة 95%، يعني good negative test،
وسبيسيفيك بنسبة 97%. لكن بمشكلة، شنو المشكلة؟ احنا مو قلنا سيليك ديزيز يجي ويا اي جي اي ديفيشنسي؟ مو لو لا، مو لو لا. فالجماعة اللي عندهم اي جي اي ديفيشنسي هذا راح يطلع عندهم نيجاتيف، فراح احول المن للاي جي جي انتي جلايدن انتي بودي، للاي جي جي انتي جلايدن انتي بودي اللي هو شنو اي جي جي كان بي يوزد ان اي جي اي ديفيشنت. زين ليش ما استخدمه من البدايه؟ لان هو ليس سنسيتيف اند ليس سبيسيفيك. واضافه ان اذا تريد ذني اضافيات اي جي اي انتي جلايدن واندوميسيال، بس احنا اهم شيء عندك اللي هو الاي جي اي والاي جي جي. زين هنا عندك هاي بالنسبه لمن للسيرولوجي، بالنسبه لمن للاندوسكوبي ادخل او اطلع بايوبسي واشوف فيلاس اتروفي موجود او لا. وهنا اكو كلاسيفيكيشن للفيلاس اتروفي يقسموها يصحوا لها مارش كلاسيفيكيشن، هاي الجماعه الجاسترو انترولوجي تمام اللي هم مهتمين بها يعني مال. واكو جيناتيك تيستن اللي هو هلا دي كيو 2 وهلا دي كيو 8، هذا مهم جدا حتى جود نيجاتيف تيست. هسه راح نجي ونجمعهن بالالجوريثم. مستعدين؟ اوكي انتبه وياي، هذا الالجوريثم ما راح تلقى مثله. زين هذا من امباس. شوف اول شغله، انت شوك تشك انه هذا عنده سيليك ديزيز؟ اولا واحد عنده ساين اون سيمتوم اوف سيليك ديزيز اللي هن مال ابزوربشن دياريا ستاتيوريا. اوكي الشغلة الثانية first degree relative with a celiac disease، يعني ابو او ام او خالة او اخو او اخت عندهم celiac disease وجايك باعراض تمام. ثالث شغلة واحد عنده iron deficiency anemia unexplained، young هو بس عنده الايرون دائما ناقص unexplained و unresponsive to treatment، وتعطي ايرون بس ما يستجيب ما يرتفع مل الهيموغلوبين ما يرتفع عده. وضحت الفكره شباب؟ او مثل ما قلنا elevated بالليفر انزايم، elevated بالليفر انزايم بس ماكو كوز واضح without dissectionable causes. sign of osteoporosis in young individual، يجيك واحد شاب وعده osteoporosis وعده repeated fracture pathological fracture. زين انت تستغرب شنو هذا شاب وعده اوستيوبروزيس؟ فاذا عنده نقص، عنده مال ابزوربشن بالكالسيوم اند فيتامين دي. او الجماعه اللي عندهم اوتو اميون ديزيز مثل الاوتو اميون ثايرويدايتس هيباتايتس اديسون مايكروسكوبيك كولايتس، هذول يجون اسوشيتد والسيليك ديزيز. زين انت هنا ايش راح تسوي؟ شكيت بالسيليك ديزيز، ايش راح تسوي حبيبي؟ راح تسوي سيرولوجي. البيشنت نوت اون جلوتين فري دايت، يعني كل احنا منو ياكل جلوتين؟ يعني الناس الطبيعيين. ايش اسوي؟ سويت انا شنو؟ انتي بودي اي جي اي وتوتال اي جي اي. شوف عندك شغلتين، انت سويت السيرولوجي كل السيرولوجي الممكنه الاي جي اي والاي جي جي وتوتال اي جي اي. ليش توتال؟ يسألك بالامتحان يقول لك ليش اسوي توتال اي جي اي انتي بودي ويا السيرولوجي؟ لان جماعه ممكن عندهم اي جي اي ديفيشنسي. شوف عندك شغلتين، السيرولوجي يا اما يطلع نيجاتيف يا اما يطلع بوزيتيف. انتبه وياي، يا اما يطلع بوزيتيف يا اما يطلع نيجاتيف. زين نلجي للجماعه البوزيتيف. شوف عندك طلع عندك السيرولوجي بوزيتيف، ايش راح تسوي؟ راح تدزه قبل شنو هو او جي دي، او جي دي اند ديدينال بايوبسي، يعني تدخل باندوسكوب وتاخذ بايوبسي. عندك شغلتين، يا اما طلع فيلاس اتروفي وهايبر بلاستيك كريبت، اذا هذا سيليك ديزيز كونفيرم وتبجل تبدل علاج جلوتين فري دايت. زين طلعت نورمال، ايش تسوي؟ تطلب سيرولوجي اللي هو تي تي جي اي جي جي ودي جي بي تمام. او الاصح، او الاصح اذا طلع عندك نورمال اعبر لهاي الخطوه
وسوي له هلا دي كيو 2 ودي كيو 8 اللي هم جيناتيك تيستينج. اذا طلعت بوزيتيف فهذا بوسيبل سيليك ديزيز وتبدي جلوتين فري دايت. اذا نيجاتيف سيليك ديزيز رول اوت. اذا هذا مو سيليك ديزيز وكفيني شرك. خلصنا منين؟ من البوزيتيف. نجي المل للنيجاتيف. با سويت كل السيرولوجي طلعت عندك نيجاتيف، هنا عندك شوف انتبه وياي، مو طلع عندك نيجاتيف بس هذا مو معناه انه الواحد ما عنده سيليك ديزيز، ممكن السيرولوجي تطلع نيجاتيف لاي سبب كان، بس انت كطبيب محترف وكطبيب فاهم المرض عندك هاي كلينيكال سسبشن فور سيليك ديزيز. مثل ايش؟ مثل عنده كلينيكال ساين اوف سيليك ديزيز، واحد عنده باثولوجيكال فراكشر، واحد عنده فيرست ديجري ريليتيف، لان السيرولوجي مو دائما تطلع. اذا عنده كلينيكال سسبشن وانت دكتور شاطر فبالتالي شنو تسوي له؟ او جي دي اند يودينال بايوبسي. اذا طلع اني كاركترستيك فايندينج تسوي الهلا دي كيو 2 بوزيتيف، حلو امشي على جلوتين فري دايت واشوف شنو الاستجابه مالته. نورمال ديودينال بايوبسي فبالتالي سيليك ديزيز رول اوت. وضحت الفكره شباب؟ بكل بساطه سويت كل السيرولوجي طلعت عندك بوزيتيف، سويت شنو او جي دي، طلع عندك بوزيتيف فيلوس اتروفي، اذا هذا سيليك. بس اذا طلعت نورمال سوي هلا دي كيو 2 دي كيو 8، طلع بوزيتيف هذا سيليك ديزيز، طلع نيجاتيف هذا رول اوت. السيرولوجي نيجاتيف بس انت دكتور شاطر وعندك هاي كلينيكال سسبشن، يس اذا او جي دي وذ ديودينال بايوبسي، نو هذا سيليك ديزيز رول اوت. سوى هلا دي كيو 2 اذا طلع بوزيتيف راح تمشي على جلوتين فري دايت وتشوف شنو هو هيستولوجيكال الامبروفمنت. زين واكو ملاحظة انا ما قلتها هسه ذكرتها، انه السيليك ديزيز ممكن يجي باي عمر كان، زين من السنة للمئة سنة، فلا تستغربه بكبير ولا تستغربه بصغير. السيليك ديزيز يجي باي عمر، لا تستغربه بكبير ولا تستغربه وين بصغير. فهمت الفكرة؟ فهاي بالنسبة لمن؟ للسيليك ديزيز.